أكد وزير المجاهدين طيب زيتوني أن الكشف عن أرشيف الجزائر من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون دليل على أن مطلب الدولة الجزائرية حول الأرشيف شرعية. نستمع. طبعا هذه لا ينكرها التاريخ ولا ينكرها إلا الجاحد، ولا ينكرها إلا الذي لا يعرف التاريخ، لا ينكرها إلا الذي لا يعرف جرائم الاستعمار المرتكبة في حق الجزائر والجزائري بدون استثناء. ولكن حاجه اللي نتكلم عليها بان احنا عندنا ملفات مطروحه بين الجانب الفرنسي والجانب الجزائري، وهي كالتالي، يعني فيه الملف الارشيف الان، الارشيف الوطني هو متكلم مع الارشيف الفرنسي في قضايا كثير المفقودين، في قضايا تعويضات التفجيرات النوويه في صحراء الجزائر، وكذلك بالنسبه لتعويض قلنا المفقودين والارشيف واسترجاع جماجم شهداء المقاومة الوطنية اللي هم عندهم أكثر من قرن ونصف قرن من زمان.